يعني تختبئ إلى حين الحاجة. في مثل هذه الأزمات تظهر الثقافة وتؤدي دورها، وأنا في اعتقادي أنها قد أختلف يعني مع بعض الأخوة، إنها برزت هذه الثقافة وأدت دورها من خلال الداخل، من خلال الوجدان الذي حركت به الناس إلى الخروج إلى الشوارع ومواجهة الاستبداد. أستاذ ضياء الموسوي، التنوع الثقافي في العالم المتحضر يستثمر استثمارا جيدا لبناء المجتمعات. في المجتمعات العربية مع الأسف يستغل لتفتيت المجتمعات من الداخل. هل نستطيع من خلال هذه الثورات العربية الجديدة، التي هي ليست ثورات سياسية فقط، ينبغي أن تكون ثورات سياسية واقتصادية وثقافية، هل نستطيع أن نعيد دور هذا التنوع الثقافي ليكون إيجابيا بدلا من أن يبقى سلبيا كما هو الحال عليه بين سني وشيعة، شامي، خليجي، شرقي، غربي إلى آخره، هذا يعني كردي، عراقي إلى آخره، هذه هل نستطيع أن نستثمرها استثمارا إيجابيا؟ طبعا، ولذلك يعني أنا في البحرين قمت بتأسيس جمعية الإنسان أو سميناها حزب الإنسان، وذلك لحاجة ضرورية، حتى أنا أعتقد أن الطائفية هي الذئب الأسود الذي ما زال يعوي على أبوابنا العربية ويمنعنا من أن ننام كما يقول نزار قباني، وهذه حقيقة. إحنا مثلا أذكر لك تجربة، نحن في البحرين الكنيسة منذ يعني أسست الكنيسة تقريبا في البحرين عام 1919 تقريبا، يعني صار لها أكثر من 100 سنة، والكنيسة إذا تروح المنامة الكنيسة بجوار المسجد بجوار المأتم، وهناك اختلاط وتزاوج أيضا، والذات البحرينية لم تتوتر في يوم من الأيام انطلاقا من منطلق مذهبي أو ديني وما إلى ذلك. حتى الحراك، وأنا أعتقد أنه فرصة لإزالة جزء من الضبابية عن المشهد البحريني، البحرين صارت هناك جدل واسع في الأفق العربي وفي الإعلام العربي والغربي إلى آخره، وأنا أتكلم بإنصاف، المطالب التي طرحت في البحرين بداية كانت مطالب عادلة وكانت محل إغراء لكل البحرينيين لدعوة لمزيد من الإصلاح، والإصلاح في البحرين بدأ منذ 10 سنوات، الموجودين في الهجرة رجعوا، اللي في السجون نظفت السجون، بدأت إصلاحات على مستوى القوانين، برلمان إلى آخر، بدينا نخطو خطوات جيدة اقتصادية وما إلى ذلك. لكن الذي فجر الأزمة هو خروج المتشددين من أطراف مختلفة، من هذا الطرف ومن هذا الطرف، في التقاط المشهد أو اللعب على الغرائز بدل اللعب على عقول المجتمع أو انسجام مع عقول الناس، فلذلك بدأ المشهد يطأفن بطريقة وبأخرى، فهنا بدأت المشكلة. إلا أننا ما زلنا نراهن على روحية التسامح في البحرين وعلى العقلاء من كل الأطراف لنبني بلد إلى مستوى أفضل. في المشهد العربي المشكلة أننا نعاني من وجود عدة أمور، رجال دين، ما أقول الجميع لأن التعميم أسلوب غير معرفي، في المنابر يوزعون مخدرات دينية على الناس بعضهم من أجل السيطرة على العقول، من أجل براغماتية ومصالح ودكاكين دينية من كل الأطراف، أتكلم عن المتشددين وليس المستنيرين. إضافة إلى ذلك النبش في قمامة التاريخ بحثاً عن ألغام طائفية وتفجيرها لحسابات شخصية ولحسابات بعناوين براقة ومقدسة وما إلى ذلك، اللعب على هذين الشيئين وأيضاً إقحام الدين في السياسة يؤدي إلى خلق الكثير من الأزمات كما حدث في العراق، كما حدث في لبنان وما شابه ذلك. إذن احتكار الإله، نظرية احتكار الإله واحتكار الحقيقة، وللأسف الأزمة الكبيرة في العالم العربي أن كل واحد يدعي أو الكثير منا يدعي أنه يمتلك الحقيقة المطلقة، يمتلك النظرية الحقيقية للإسلام، ولذلك عندنا متشددين علمانيين ومتشددين دينيين ومتشددين من كل الأطراف، ولكن نحن لو اعتمدنا أسلوب نقدي وعقلي وأيضا اعتمدنا على أنسنة المعرفة، أنسنة اللقاء، أنسنة الوجود، أنسنة القوانين أيضا بأن لا تكون طائفية، بأن تكون مدنية، وعملنا على ذلك وقمنا باسترجاع
المنزع الإنساني في قلبك الإنسان نستطيع أن نجد أفق أفضل. ولكن إذا ظلينا ننبش في تراب التاريخ وأيضا رحنا نبحث على القواسم أنت شيعي وهذا سني وهذا مسيحي وهذا يهودي وكلهم ما تريدهم، فبالنتيجة ستقود إلى مأزق أولا ثقافي ثم سياسي سينفجر في وجهك في يوم من الأيام. لهذا نحن مدعوون إلى أن سند كل هذه الأمور، وليس إعلام وليس ميك اب أو مكياج وما إلى ذلك، بلا ثياب تنكرية، بلا وجه شمعي، بلا أصابع مستعارة، بذلك أنا وبأسلوب معرفي وبمؤسسات دراسية وأيضا بتربية في التعليم في الجامعة، أن نربيه أن يحب الإنسان، مبدأ الإنسان بأن الله هو إله الحب والجمال والإنسان وليس إله الطائفة والحزب. أنا حزب الله وأنا أمثل الله في الحزب، هذا يمثل الله في المؤسسة، هذا يمثل الله في الإعلام. أنا أعتقد أن الإله هو إله الجميع، من هندوسيين، من مسلمين، من مسيحيين، من يهود، ولا يستطيع أحد احتكار الإله. شكرا. القضية الفلسطينية تحولت من قضية سياسية إلى قضية ثقافية لأنها استقرت في وجدان الإنسان العربي، أصبحت قضية ثقافية بالنسبة للإنسان العربي. أخيرا في اليونسكو تم الاعتراف بقبول عضوية فلسطين في اليونسكو كعضو دائم، وأعتقد هذه كان لها قصة. وبما أن الدكتور زياد هو سفير المملكة العربية السعودية في اليونسكو، أرجو أنك فقط تضيء هذه القضية لو سمحت يا دكتور زياد. قبل أن أتحدث عن فلسطين فقط أريد أن ننوه إلى نقطة ذكرتها دكتور، وهي مسألة الثقافة. أنت قلت أني أختلف معكم في أن هذه الثورات والحراك يوجد فيه ثقافة، وأعتقد أن الجميع لا نختلف معك، كلنا نؤمن بأنه يوجد ثقافة، ليس هناك أي فعل إلا في داخله ثقافة، لكن نحن نتحدث عن مثقفين، نتحدث عن المسمى هو الذي ربما يرى بعضنا هامشية حضور المثقفين. أما بالنسبة لفلسطين في اليونسكو فهو أتحدث عنه من منطلق أنه حدث ثقافي وليس سياسي. فلسطين استطاعت، أو على الأقل يعني هذا ما نأمله، أنها تبدأ ببناء البيت من النافذة الثقافية وليست النافذة السياسية، لأنها أتت من خلال اليونسكو ولم تأتي من خلال الأمم المتحدة في نيويورك. الحدث في ظني أنه ليس انضمام فلسطين لليونسكو، الحدث هو الموقف، تحولات الموقف الغربي من فلسطين. يعني رأينا كيف كان موقف فرنسا وهي دولة مؤثرة جدا بأن تقوم بالتصويت بنعم لصالح فلسطين رغم الضغوط الأمريكية والضغوط أيضا الإسرائيلية عليها بأن تقول لا، ثم كانت الضغوط بأن تمتنع. فرنسا تدرك معنى الثقافة، فرنسا تدرك معنى الثقافة، هذا منطلق. منطلق آخر طبعا أنها أيضا هي دولة المقر وتريد لليونسكو، لا تريد أن تكون اليونسكو هامشية، يهمها أيضا أن تكون لها تأثير وفي وجه الحدث. لكن أيضا هناك أبعاد طبعا سياسية للتصويت الفرنسي، لكن هناك دولة أخرى أنا أراها أنها أكثر تأثيرا وأكثر إدهاشا في موقفها وهي بريطانيا، رغم أن بريطانيا امتنعت عن التصويت والبعض اعتقد أن هذا موقف أضعف من موقف فرنسا التي صوتت، لكني أنا أنظر بأن بريطانيا امتنعت أن تقول نعم لفلسطين، لكني أيضا امتنعت أن تقول نعم لإسرائيل، وهذا هو التحول. نحن لا ننسى وعد بلفور ولا ننسى الدور البريطاني في تأسيس الدولة الإسرائيلية، ثم الآن نرى أن بريطانيا تمتنع عن التصويت ضد القرار ولا نقول أنها ستصوت معه. هناك تحولات كثيرة، صحيح أنها تأخذ بعد ثقافي كونها في منظمة اليونسكو التي هي المنظمة الثقافية، لكنها أيضا لا شك أنها ذات تأثيرات سياسية. طبعا امتداد لهذه التحولات، وأنا أتحدث عن تحولات ثقافية وليست سياسية في الموقف الغربي، لأن هناك تحولات في الشارع ألمسها من خلال حتى إقامتي في باريس خلال 5 سنوات الماضية. الناس أصبح لديهم
ملل من الطفل المدلل، الطفل الإسرائيلي المدلل، من تعدياته، من تجاوزاته، من هيمنته على رأس المال، من أيضا هيمنته على الدوائر الثقافية والدوائر الفكرية. بالأمس اليوم صباحا عدد من الأعضاء الكونغرس يدعون أمريكا إلى أن تنحي سفيرها في بلجيكا، وبعض الدول الغربية أيضا طلبت هذا بسبب أنه صرح بالأمس حول مسألة العداء للسامية، يقول أن حل الصراع العربي الإسرائيلي سوف يؤدي إلى إزالة كثير من أعراض العداء للسامية. طبعا بالنسبة لهم هناك تجار يقومون على هذه الصناعة، صناعة العداء للسامية، لكن أيضا هذا يعطي مؤشر بأنه كيف يجرؤ سفير أمريكي في دولة أوروبية أن يقول هذا الكلام حول العداء للسامية. هذه التحولات بلا شك مع أيضا بعض التحولات التي أو الرياح التي هبت من الربيع العربي على اليونسكو وعلى فلسطين استطاعت أن تخدم الربيع الفلسطيني أو المقدسي، أو أن تضع على الأقل مؤشرات لربيع فلسطيني. أعتقد مهما اختلف بعضنا مع الربيع العربي وتحفظ عليه، لكننا جميعا سوف نتفق على يعني بشارتنا بربيع فلسطيني. أختم بأن أحد السفراء الأوروبيين جاءني أثناء التصويت أو بعد التصويت وقال لي: أنا هناك لغز يحيرني، أنتم العرب لا تتفقون على شيء، دائما مختلفون، إلا فلسطين فقط تتفقون عليها. فقلت له: على الأقل يعني لا تستكثر علينا، فقط شيء واحد اتفقنا عليه اجعلنا يعني متفقين.